أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام. نتابع فيها بعض مقالات الرأي والتحليل التي نشرت في الصحف العراقية العربية والدولية، بالإضافة إلى أخبار منوعة ورسوم كاريكاتورية. ابقوا معنا. تحت عنوان تذكروا سقوط جدار برلين، كتب الكاتب مثنى عبد الله مقاله في صحيفة القدس العربي، وجاء فيه: في مثل هذه الأيام من عام 2003 سقطت بغداد أو احتلت، لا فرق بين المعنيين، لكن البعض يرفض إطلاق كلمة سقوط على ما حدث آنذاك لأسباب عاطفية ولما تشكله هذه الحاضرة العربية من موضة معنوية في العقل والضمير. مع ذلك فقد تشكل واقع جديد بدخول الغزاة إليها. إن الحديث عن أن الغزو والاحتلال كان هدفه إزاحة نظام سياسي كذبة كبرى، كما أن تبرير ذلك يجلب الديمقراطية أو تبرير ذلك بجلب الديمقراطية مجرد هراء. يقول الكاتب: إن ذكر الغزو الأمريكي البريطاني الغربي للعراق تعزز أو يعزز النظرة القائلة بنفاق المجتمع الدولي ومنصاته الأممية، ورتب فشل الدولة التي أسسها الاحتلال كلفا كبيرة على حياة الكثير من العراقيين، ووضع مصائرهم بيد فئة ضالة لا تؤمن بالدولة. نتابع أهم ما ورد في مقال الكاتب بالمقتطف التالي. الحقيقة أنه كان فعلا جيوسياسيا ضرب الشرق الأوسط كله، وكان يهدف إلى تغيير شكل المنطقة لتتوافق مع الأجندة الأمريكية، بغية درء الأخطار التي قد تهدد الأمن القومي الغربي بعد 11 من سبتمبر أيلول عام 2001. وبذلك الحدث باتت هذه المنطقة ليست كما عرفناها قبل 9 من إبريل نيسان عام 2003. فعلى الصعيد المحلي العراقي الذي هو قلب الحدث، تم تهديم الدولة بمفهومها المادي والمعنوي، واقتلعت جذورها الممتدة على مدى 80 عاما، ولم يعد من ملامحها شيء على أرض الواقع سوى الهياكل الخارجية. لكن هذه الهياكل منزوعة القدرة والقرار، والأنكى من ذلك كله هو أنها تأخذ حصتها من الطوائف والإثنيات، بعد أن أخذت هذه الكيانات المجتمعية مكانة الدولة وأصبحت حاضنة لها. فقد ابتدع الغزاة شكلا جديدا لدولة مزعومة، قائما على أساس أن الطوائف والإثنيات لها حصة سياسية، وبالتالي باتت هذه جزءا من السياسة. وتأسيسا على هذه الأفعال، فقد العراق هويته أيضا، فقد انتفت حالة الهوية العراقية عنه بعد أن غلبت الطائفة والإثنية كل القوانين والدستور وأصبحت هي الأعلى، كما نزعت عنه الهوية العربية بالممارسة السياسية اليومية للسلطة. ونبقى مع الكاتب مثنى عبد الله ومقاله عن ذكرى الاحتلال الأمريكي للعراق، حيث يقول: الصندوق الانتخابي عجز عن إنتاج نظام سياسي يمثل إرادة الغالبية، ودليل على ذلك هو الاستعصاءات السياسية التي تأتي بعد كل انتخابات، حيث يصبح تشكيل حكومة معضلة كبرى تمتد لأشهر، والسبب في ذلك بسيط جدا، وهو عدم وجود ديمقراطيين في صفوف الطبقة الحاكمة وأحزابها وتياراتها. إن تحطيم العراق كدولة محورية في الشرق الأوسط سمح للدول غير العربية في المنطقة بتنفيذ أجنداتها. لقد أعطى الاحتلال فرصة كبيرة لهذه الدول لتثبيت حدود نفوذ جديدة لها، ليس في العراق فحسب بل في بعض البلدان العربية. نتابع المزيد في المقتطف الآتي. إذا كان العراق هو مركز زلزال الغزو، فإن ارتداداته قد ضربت المنطقة العربية بأكملها إن لم يكن الشرق الأوسط جميعه. كان سقوط بغداد في 9 من إبريل عام 2003 هو سقوط جدار برلين العرب الذي بعده أعيد تشكيل خريطة الوطن العربي. لقد وضعنا ذلك التاريخ أمام إعادة تشكيل الخريطة السياسية إن لم تكن الخريطة الجغرافية أيضا. ففي جنوب السودان تحقق انفصال، وفي شمال العراق تحقق الشيء نفسه على الأرض، ولم يبقى سوى الإعلان الرسمي عنه في وقت ما. كما حصل تغيير سياسي عميق في المنطقة، وصل إلى حد تهديد لحدود اتفاقية سايكس بيكو بإعلان تنظيم الدولة عن دولته التي عبرت هذه الحدود القائمة بين سوريا والعراق. ورأينا حالة من الاصطفاف المذهبي الحاد الذي لم تعرف المنطقة مثيلا له، حتى باتت المنطقة بين فكي مرشدين كثر
منهم الإيراني والعراقي واللبناني. كذلك وجدنا تنافسا بين الدول وحروبا بالوكالة، وبتنا أمام خطر حقيقي لاندثار الدول القائمة مع وجود حكومات لا تحكم. إضافة إلى كل هذا، وجدنا عمليات تصدير للميليشيات العراقية واللبنانية والأفغانية والباكستانية للقتال في دول أخرى. وقد أعلنت طهران سيطرتها الكاملة على 4 دول عربية بطريقة القتال عبر الأذرع، وبات تنصيب الحكومات لا يتم إلا بقبول ومباركة من طهران، كما تجرأ البعض على سحب علاقاتهم التي كانت قائمة مع الكيان الصهيوني من تحت الطاولة إلى فوقها. حول حاجة العراق لعقد سياسي جديد، كتب بشار نارش مقالا جاء فيه: مع إخفاق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم توفر النصاب الدستوري لعقد جلسة الانتخاب والمحدد بثلثي عدد الأعضاء، يبدو أن مسار العملية السياسية في العراق قد وصل إلى طريق مسدود في ظل الوضع غير المسبوق في علاقات القوى السياسية الذي فرض جملة إشكالات متداخلة كشفت عن أزمة عميقة في النظام السياسي العراقي والذي كرسه دستور 2005 أو ما يعرف بدستور برايمر، الذي قسم العراق على أساس طائفي قومي مكونة وجرت فيه إذابة الهوية الوطنية لتنبثق هويات فرعية متعددة. نتابع المقتطف التالي وفيه أهم ما ورد في مقال الكاتب بشار نارش. تظهر الأوضاع السياسية في العراق بعد مرور قرابة عقدين من الغزو الأمريكي أن أهم عنصرين لبناء نظام الحكم، الدستور والمؤسسات، يعانيان من ضعف شديد في بنيتهما المؤسسية. فالدستور العراقي الحالي الذي كتب في ظروف استثنائية مرتبكة وغير مستقرة وتحت قوة احتلال قادت عملية غزو وتغيير للنظام السياسي، يمثل وثيقة سياسية أكثر منه عقدا اجتماعيا. فهذا الدستور يبقى ناقصا وغير مكتمل، ويحوي غموضا كثيرا في المفاهيم. كذلك فإنه يشتمل على مغالطات عديدة فضلا عن قابلية نصوصه للتأويل المفرط، وبالتالي جرت العادة أنه من يملك القوة في لحظة التأويل هو القادر على فرض تأويله على الجميع بغض النظر على مدى صحة ذلك التأويل، بينما المؤسسات الرسمية التي تعد أهم عوامل الاستقرار لدى الأنظمة السياسية ينخرها الفساد. فيما يتوافر في عراق اليوم مجرد هياكل المؤسسات تغيب عنها صفة المؤسسة بمعناها البنيوي الوظيفي، مقابل غلبة الفوضى وهيمنة الأجندات الحزبية وعدم قدرة الدولة ومؤسساتها المفترضة على الاستجابة الفاعلة للتحديات التي تفرضها متغيرات داخلية وخارجية، ما قاد في النتيجة النهائية إلى إفراغ المؤسسات من مضمونها وتحولها إلى مجرد هياكل غير فاعلة تتغلغل فيها الطائفية والقومية في تقاسم المناصب العامة والعليا بعيدا عن المهنية والموضوعية. رفضت الحكومة الأسترالية تعويض رجل ادعى بأن أكثر من 35 شخصا قتلوا بضربة جوية خاطئة أثناء معركة تحرير الموصل عام 2017، وقد ادعت بأنها لا تعلم بعدد الضحايا وهل أنهم وقعوا بقصف لقواتها من التحالف الدولي. وذكر تقرير لصحيفة غارديان البريطانية ترجمة صحيفة المدى العراقية أن الحكومة الفيدرالية الأسترالية امتنعت عن تعويض رجل عراقي دعا أن 35 شخصا من أفراد عائلته قتلوا عندما قصفت غارة جوية أسترالية كانت تستهدف تنظيم داعش الإرهابي بالخطأ استهدفت بيتا كان يأوي بداخله مدنيين وسوته بالأرض. الرجل الذي رفض الكشف عن اسمه قدم العام الماضي طلبا يلتمس فيه الحصول على ما يسمى بتعويض ترضية من وزارة المالية الأسترالية، مؤكدا بأن هناك دليلا قويا يثبت أن قوة الدفاع الأسترالية ألقت قنبلة في عام 2017 كجزء من سلسلة ضربات جوية تعرضت لها الموصل من قبل التحالف الدولي ضد داعش الإرهابي، وأشار إلى إبلاغ الرجل في كانون الأول بأن التعويض المالي لن يحصل، وذلك رغم أن المسؤول الذي اتخذ القرار لم يطلع على تقرير قوة الدفاع الأسترالية فيما إذا كانت طائرات سوبر هورنت المقاتلة الأسترالية هي المسؤولة عن الضربة الجوية تلك. ولفت التقرير إلى أن ادعاء الرجل يوضح أن 35 فردا من عائلته وأقاربه
بضمنهم 14 طفلاً و9 نساء، 7 منهم من أفراد عائلته الخاصة، قد قتلوا عندما سقطت قنبلة على بيت في حي الشفاء في الموصل بتاريخ 13 من حزيران عام 2017. ونوه التقرير إلى أن وكلاء طالب التعويض من المحامين الأستراليين قد أشاروا إلى معلومات يدعون بأنها تدعم الادعاء بأن قوة الدفاع الأسترالية هي التي كانت مسؤولة عن توجيه الضربة الجوية بحسب ما ورد في طلب الحصول على تعويض ترضية مالية. في موضوع آخر، كشفت تقارير صحفية أمريكية عن مغادرة 100,000 من العمال المحترفين أغلبهم من فئة الشباب، مغادرتهم للأراضي الروسية منذ اتخاذ الكريملين قرار الحرب على أوكرانيا في 24 من شباط فبراير الماضي، ما أدى إلى تسريع هجرة المواهب التجارية وتهديد الاقتصاد الذي تستهدفه العقوبات الغربية. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير لها أن من بين الذين غادروا البلاد علماء وعاملون في مجال التكنولوجيا ومصر مصرفيون وأطباء. التفاصيل في هذا المقتطف. وفقاً لوكالة الأحصاء الروسية روستات، فقد غادر روسيا حوالي 500,000 شخص في عام 2020 بالكامل، لكن حوالي 300,000 شخص غادروا البلاد خلال أقل من شهر بحسب استطلاع في منتصف مارس أجرته منظمة أوكراشنز غير الربحية التي تساعد الناس على مغادرة البلاد. ورغم أن الإحصائيات الدقيقة لعدد الأشخاص الذين يغادرون روسيا غير متوفرة بسهولة، توصل عدد من الاقتصاديين إلى استنتاجات مماثلة حول حجم التدفق الخارجي بحسب الصحيفة. وأشارت نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي إيلينا ريباكوفا إلى أن الأشخاص الذين يغادرون أو يخططون للمغادرة هم الجزء الأكثر إنتاجية في القوة العاملة، حيث أنهم من المتعلمين تعليماً عالياً وهم من الشباب بشكل عام. واعترفت الحكومة بهجرة العقول من البلاد، حيث قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف مؤخرا: بالطبع لا يزال هذا التدفق للعمال قائما وقد يتسارع، لكن الحكومة اتخذت إجراءات بالفعل. كما غادر بعض كبار مديري الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة خلال الأسابيع الأخيرة، فقد استقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت المملوكة للدولة أندري بانوف من منصبه، وغادر بعد 10 أيام من بدء الحرب. لا تزال الحرب الروسية في أوكرانيا مستمرة دون تحقيق مكاسب واضحة لموسكو بعد أسابيع من انطلاقها، إلى أن الخسائر باتت أكثر وضوحاً. تلك الخسائر قد تفضي، وفي نهاية المطاف وفقاً للباحث الأمريكي دان نيجريا، إلى تفكك روسيا بتصاعد مطالب بالاستقلال من جانب الجمهوريات المكونة للاتحاد الروسي في تكرار لسيناريو تفكك الاتحاد السوفيتي. ويضيف نيجريا زميل مركز سكوكروفت للاستراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلسي في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست إن الغزو الروسي المشؤوم لأوكرانيا يعيد للأذهان الحملة ضد السويس، ما يطلق عليه بالعدوان الثلاثي في مصر من جانب بريطانيا وفرنسا عام 1956، وكان تراجع بريطانيا وفرنسا المهين بمثابة نهاية لوضعهما كقوى من الدرجات الأولى وبداية فترة مضطربة من الأزمات السياسية وفقدان الأراضي لصالح حركة الاستقلال. التاريخ يعيد نفسه، حيث تواجه روسيا فشلاً في محاولاتها لاحتلال أوكرانيا. وفي خضم هذه العملية تتكبد روسيا خسائر فادحة في القدرة العسكرية والقوة الاقتصادية والموقف الدولي. ومن الواضح الآن أن روسيا ليست قوة عظمى في مصاف الولايات المتحدة والصين، وتدخل فترة من الاضطرابات السياسية التي من المرجح أن تشمل مطالب بالاستقلال من جانب الجمهوريات المكونة لها، تؤدي إلى تفكك الاتحاد الروسي على غرار ما شهده الاتحاد السوفيتي من قبل. ويقول نيجيريا إن الحرب الروسية الأوكرانية التي شنها فلاديمير بوتين تعد بمثابة تجاوز، وسوف تجبر روسيا على الاعتراف بحدودها ومكانتها المتضائلة. ومن المرجح أن تواجه مطالب متجددة بالاستقلال من الجمهوريات والأقاليم المكونة لها. ويضيف أن العالم كله يشهد عجز الجيش الروسي عن استعراض قوته حتى في بلد مجاور بثلث حجمه، ويتراجع الاقتصاد الروسي تحت وطأة تكلفة الحرب والعقوبات
حيث يتجه التضخم نحو 20%، وسينكمش الاقتصاد بنسبة 10% هذا العام، ولا تعمل البورصة الروسية، وانخفضت الأسهم الروسية المتداولة في لندن بأكثر من 90%، وسيزداد تأثير العقوبات القاسية للغاية والشاملة المفروضة على روسيا من قبل معظم القوى الاقتصادية الكبرى في العالم مع مرور الوقت. إلى خبرنا المنوع ومن صحيفة القدس العربية عن أجواء رمضان وأشهر أنواع الحلوى في شهر رمضان الكريم، وهي فاكهة المشمش التي تضع على أواني ضخمة وتحضر على نار هادئة لتتحول إلى منتج قمر الدين. ولا تخلو المتاجر من منتج قمر الدين بأشكاله وأنواعه، حيث تعتبره الأسر المصرية بمختلف فئاتها الاجتماعية قاسما مشتركا لموائدها في شهر الصوم الفضيل. وتكثر الروايات حول تسمية حلوى قمر الدين، إذ يقول البعض إنها ترجع إلى اسم مخترعه والذي كان يحمل الجنسية السورية، فيما يقول آخرون إنه عندما صنع قمر الدين للمرة الأولى تزامن موسم المشمش في ذلك العام مع رؤية القمر ببداية شهر رمضان، وعرف المنتج البرتقالي في بلاد الشام في القرن 9 الهجري قبل أن ينتقل إلى مصر والعالم العربي بفضل الرحلات التجارية بين البلدان. وفي فقرة صورة وتعليق، كشف تقرير نشره موقع بي بي سي حول تجديد الخلايا، حيث استطاع باحثون تجديد خلايا جلد امرأة تبلغ من العمر 53 عاما، حيث أصبحت تمثل خلايا بشرة شابة تبلغ من العمر 23 عاما. ويعتقد العلماء في معهد بابرهام في مدينة كامبريدج البريطانية أنه يمكنهم فعل الشيء ذاته مع الأنسجة الأخرى في الجسم، إذ أن الهدف النهائي هو تطوير علاجات للأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر مثل السكري وأمراض القلب والاضطرابات العصبية. أما الآن مشاهدينا نتابع رسوم الكاريكاتورية التي نشرت في صحف اليوم. برسوم الكاريكاتورية مشاهدينا نصل لختام حلقتنا لنهار اليوم في برنامج صدى الأقلام. أشكركم لطيب المتابعة وحسن الإصغاء، وإلى اللقاء.